السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا توفيق رمضان. احنا أجلنا الفيديو شوية عشان نسيبكم كام يوم في الأول كده، وبعد كده إن شاء الله هيكون في ديلي فيديوز. هنبدأ أول فيديو بـ اللامينيت فينيرز. اللامينيت فينير preparation is very important topic وشرحته قبل كده في كذا لايف، بس أنا حبيت أقدمه لكم بشكل مختلف. اللامينيت فينير preparation according to types of tooth preparation بنقسمه إلى 3 types according to incisor reduction. يعني الانسايزل ايدج بتاعت الفينيز هنقسمها إلى 3 أنواع بناء على أنا هتعامل معاها إزاي في الريدكشن بتاع اللامينيتس. types of veneer preparation هتكون 3 types. أول type اسمه feather أو window. feather أو window معناه إن أنا هعمل preparation بتاعي بتاع اللامينيت فينيز facial بس، مش هقرب ابدا للانسايزل ايدج، وبالتالي هيكون الريدكشن بتاع كله على الفيشيال سيرفيس without reducing the incisal edge. تاني type من preparation اسمه butt joint، وده ال most commonly to be used، وهيتطلب منك incisal reduction او انك تعمل facial and incisal reduction، وده تاني نوع من انواع veneer preparation. تالت نوع من انواع veneer preparation هو اسمه overlap او wrap around preparation، وده معناه انه انا هقطع facial و incisal و palatal finish line، وده اللي احنا هنتعرف عليه during ال presentation. هنعرف ليه احنا بنعمل type 1 او type 2 او type 3. زي ما انت شايف في الصورة اللي قدامك، ان type 1 معناه ان انا بprepare facial surface بس، type 2 بprepare facial و incisal، و type 3 بprepare facial و incisal and palatal. زي ما انت شايف برضو في البيكتشر اللي قدامك، feather edge او يعني طرف الريشة على ايدك الشمال، وفي النص البوت جوينت، وطبعا تايب 3 او راب راوند اللي هرسم فيه palatal finish line. just to know ان احنا واحنا بنبريبر الفينيز two rules you have to keep in mind عشان تبقى عارف احنا ليه بنعمل preparations بالمنظر ده. انت عايز 100% من الفينير بتاعتك المارجن يكون resting on enamel، which is the rule ده لازم تنفذه، ان يكون المارجن بتاع الفينيرة كله resting on enamel، وبالتالي انا عايز الفينش لاين بتاعي سواء cervical سواء proximal او even incisal يكون بيسند على enamel. فانت لو عملت type 1 preparation فانت تقدر تسند على enamel، type 2 preparation فانت still resting on enamel. لو لقيت ان الانسايزل ايدج بتاعتك مش جايب فيها enamel، like انه البيشنت مثلا حاطط composite during incisal edge fracture او shipping، فانت مضطر انك تعمل type 3، و type 3 ده له ما له وعليه ما عليه. يبقى انا الرول بتاعي بيقول ان انا لازم arrest on enamel as a margin، وينفع من 30-40% من ال resting surface ما يكونش enamel like composite او dentine in case of malalignment او ان السنة تكون ملفوفة شوية. لازم طول ما انت بتعمل preparation to keep these two rules in your mind. فخلينا نتكلم عن how to handle the incisal edge. incisal edge بيتهاندل بتو methods، اما انا بinvolve ال incisal edge في preparation اما without involvement لل incisal edge. type 1 I will not involve the incisal edge اللي هو ال feather edge، معناه ان انا همسك الستونز بتاعتي وهعمل reduction و that's it، يعني according to the thickness هنتكلم عنه، لكن مش هقطع ال incisal edge. type 2 هprepare facial وقطع. type 3 عندها مشكلة هتلاقوا مكتوب على السلايد that it has restricted path of insertion. type 1 and type 2 ملوش path of insertion، يقدر الفينير يخش بأي اتجاه، لأنه أنت بتprepare facial وبتprepare incisal فأنت تقدر تدخل الفينيرة بحرية. لكن type 3 as long as انك you prepared facial surface and you prepared palatal surface فأنت ما فيش قدامك غير انك تدخل الفينيرة في اتجاه واحد زي الكراون بالظبط، يكون عندك path of insertion. لكن type 1 and type 2 you allowed انك تسيب undercut، you allowed ان انت تعمل cervical undercut من غير ما تكون خايف من seating بتاع الفينير. وبالتالي type 3 هيكون عنده advantages like ان هو زود surface area for bonding، but still عنده main disadvantage وهي
انه عنده path of insertion، ودي حاجة رخمة جدا جدا جدا. فاحنا بنضطر ان احنا نعمل type 3 and I have to go for type 3 in case of اني عندي incisal chipping او عندي دنتين، like the patient جاي لي اصلا بدنتين. خلينا نتكلم عن feather edge او window preparation، نخش في الموضوع على طول. facial reduction without any incisal involvement. طيب type 1 ده عنده شوية مشاكل بقى. اولها during laughing والعين بتاعك بيضحك، انت هتقدر تلاحظ trilaminar incisal edge، هتلاحظ ان incisal edge دي فيها veneer وcement وسنة، which is مش حاجة aesthetic خالص. and during biting والعين بيعض، هيعض على junction ما بين السيراميك والسنة، ودي the weakest point في الريستوريشن كلها، دي اضعف حتة فيها، فانه يحصل لها شيبينج يعني probability اعلى شوية، فيعني مش الطف حاجة. كمان لو عندك discolored enamel عند الانسايزال ايج مش تعرف تنلاقي masking as long as انت ما قطعتش انسايزال ايج، فدايما هتكون متهم انك مش قادر تفتح الانسايزال ايج بتاع البيشنت in case of discolored teeth. كمان انا شايف انه من المين disadvantage بتاعتها and you cannot make aesthetic lengthening، يعني لو السنة قصيرة مش هينفع تطولها بtype 1 preparation as long as انك ما قطعتش incisal edge، فانت ما تقدرش تطول الفينيرية وتسيب السنة وراها فاضية، فانت مش بتعرف تطول الاسنان لو انت عامل type 1 او window preparation. والمين disadvantage بتاعتها that it does not have vertical stub، you will depend on the finish line only for the vertical stub، فدايما وانت بتسات الفينيرة ممكن تتزحلق منك في السلكس، ممكن تيجي يمين شمال تتحرك، على عكس type 2 preparation اللي بيكون عندك vertical stub، you're resting on the incisal edge، مفيش قدامك غير انك تسيتها بالطريقة المظبوطة بتاعتها. لكن as long as انك حاطط قشرة على facial surface بس، ممكن ايديك تتزحلق نتيجة انه بنكون حاطين سيمنت كتير، بتكون الدنيا مليانة resin سيمنت، فممكن تشفت منك، مش الطف حاجة، على عكس طبعا type 2. فtype 1 yes we can do it بس مش احسن حاجة. الثيكنس بتاع preparation anteriorly بيكون او facially بيكون 0.3 mm cervical، والثيكنس ده احنا محددينه بناء على الثيكنس بتاع الانامل الافيلبل فور ده anteriors، مش عايزين نزود الثيكنس عن كده عشان دايما يبقى عندي انامل. and in the middle one third we will prepare 0.5 mm، نص ملي في الميدل one third عشان ادي space لللاب انه يرسم تكتشرينج احلى، عند 0.8 في الانسايزال one third التلت الانسايزال 0.8 عشان ادي سبيس اكتر، وعشان انا اوريدي عندي انامل اكتر في الانسايزال one third، فاقدر ان انا ابريبير فيه من غير مخاف او ان انا اقلق انه انا اكسبوز دنتين وبالتالي اثر دراماتيكلي على السيمنتيشن بتاع اللامينيت فينير بتاعتي. بالنسبه لتايب 2 فينير بريبريشن اي ويل ميك ذا سيم فور تايب 1، اي ويل بريبير 0.3 اند 0.5 اند انسايزال انفولفمنت اي ويل بريبير 1 مليمتر من الانسايزال ايج عشان اضمن ان عندي 1 مليمتر من الانامل اقدر اسيمنت فيهم الفينير بتاعتي، وبالتالي اضمن اللونجافيتي بتاعت الفينير بتاعتي. type 2 او butt joint preparation معناها قطع عرضي، كلمة butt joint معناها joint عرضي او قطع عرضي، يعني مش بعمل beveling للincisal edge like the porcelain jacket crown، بنقطع عرضيا. او الadvantage ان ما عندوش trilaminar incisal edge، الincisal edge بتاعته مش هتكون ثلاث طبقات ولا حاجة، هتكون عبارة عن فينيرة بس، لاني هقطع الانسايزال ايدج وبالتالي هيكون مغطي لي فيشال انسايزال بس. تاني حاجة هوموجينس انسايزال ايدج شيب، I can change the shade of the incisal edge براحتي لان انا اوريدي قطعتها، ف in case of عندي discolor teeth عايز اعلي اللون بتاعهم اخليه افضل، قطعت الانسايزال ايدج فمفيش اي مشكلة انك تقدر تغير الانسايزال ايدج color بتاعك freely خالص. البيشنت will bite on the ceramic unlike type 1 اللي كنا بنخليه بايت على جانكشن، ده الديسادفانتج دي مش موجوده في تايب 2 لانه الانسايزر ايدج كلها عباره عن سيراميك طبعا. ات كان ماسك الديسكالريشن، اقدر ماسك الديسكالريشن، اقدر افتح لون، اغمق لون، اطول الانسايزر ايدج لان انا قاطعها، فانا بتحرك في الانسايزر ايدج براحتي خالص. وطبعا ذا موست امبورتنت ادفانتج بالنسبه لي هي
وجود الفيرتيكال ستوب، الانسايزل ايدج اللي هتقعد لي الفينيره في مطرحها لانها ريستنج اون ذا انسايزل ايدج، فما فيش قدامك اي فرصه للخطا غير انك تقعدها في مكانها، فبالتالي تضمن السيتنج بتاعك which is more important in the veneers. احنا بنتكلم في مايكرونز وربع ملي ونص ملي، فما فيش فرصة ابدا للخطأ. فانت دايما محتاج vertical stop سواء type 2 او even type 3. الادفانتج دي مش موجودة في type 1. so during seating you will find the vertical stop هتساعدك وindicated في طبعا short teeth incisor gingival. اقدر اطول الاسنان براحتي لاني already قاطع الانسايزر ايدج. بيكون ده شكل preparation. بيكون عندك cervical finishing line all around and two proximal line and we will cut the incisor ايدج. we will involve the incisal edge in the preparation. زي ما اتفقنا اسمها butt joint او you can just call it type 2 veneer preparation. تقدر تقول عليها type 2. واتكلمنا في thicknesses من 0.3 up to 0.5. and don't forget to make roundation to the lipo incisal line angle. بعد ما بنعمل الفيشل ريدكشن and the incisal reduction you will have sharp incisal lipo line angle. And this line angle is a factor of the veneer fracture. In case of انك ما عملتش للزاوية دي roundation, you can have your veneer fractured as this sharp angle will work as a stress concentration area. هتبقى stress concentration بعد كده تكسر لك الفينير. فأرجوك بعد ما تخلص الفينير preparation يبقى اعمل roundation to this point. كده type 2 شرحناه. type 2 is the most common to be used. It's the most commonly to be used هو أكتر نوع من الفينير preparation بنستعمل. type 3 اسمه overlap أو wrap around. أسهل انك تقول عليه type 3. هنزود على type 1 وهنزود على type 2 هنعمل type 3 هنعمل facial and incisal and we will go for palatal. وقلت لك ان ده احنا بنضطر ليه اضطرارا لان انا يعني مش لاقي عندي incisal E نعمله، بالتالي انا مش قادر apply rule number 1 اللي بيقول ان انا I have to rest on sound enamel. فانا ما عنديش enamel incisal فمضطر search for enamel palatal غصب عني ومجبرا اخاك لا بطل. وزي ما انت شايف في الصورة بيكون عندك finish line all around and the incisal edge will be cut and then you are seeking for the palatal finish line. موقع الفينش لاين بيكون فين؟ بيكون بعيد عن السنتريك كونتاكت باي 1 ملم. فان كيس اوف ان العين بتاعك عنده incisal edge composite او ما عندوش enamel في الانسايزل ايدج and then you will put articulating paper on the incisal edge of the lowers and the patient will start biting and after this stabbing بعد التخبيط اللي عمله البيشنت شوف البيشنت بتاعك علم فين وانزل ورا الفينش لاين. الحته اللي هو علم عليها دي الفينش لاين بتاعك هيكون تحت المكان ده بملي لانك مش عايزه انه يعض عند الجنكشن دي. طب لو البيشنت اوريدي بيعض بعيد عنك، يعني المفروض الديفولت انك بعد الانسايزال ايدج ريدكشن بتاعك لقيت كومبوزيت هتوقف لستون تيبرد وذ راوند عشان ترسم تشامفر فينش لاين بالاتال ملي على البالات ملي. ده الستاندرد، ده العادي، ده المفروض. يبقى انا بقطع ملي انسايزل بقف ملي بالاتال وبرسم مكان الفينش لاين زي ما انت شايف قدامك على السكرين ملي بالاتال. طب انا حطيت الارتكليتنج بيبر ولقيت العيان بيعض عند الملي ده، هو ده مكان العضه بتاعته، يبقى انا هزود مور بالاتال ريدكشن يعني انزل سيرفايكال اكتر يعني من البالات وارسم الفينش لاين عشان البيشنت ما يعضليش على سيراميك. واحنا عارفين العض على جنكشن بيكسر الفينيره.